أهلا بيكو مع نموذج جديد من نماذج متحدي الإعاقة. صديقتنا عبارة عن طاقة إيجابية متحركة جواها سعادة بتنشرها لكل اللي حواليها وكل اللي بيشوفها. فهي بالرغم من إصابتها بالشلل إلا إنها بتمارس مهام حياتها اليومية زيها زي الأصحاء، بل بالعكس الابتسامة مش بتفارق وشها. فهي مصدر من مصادر الطاقة الإيجابية لكل اللي بيشوفها. ومؤكد صديقتنا وغيرها من الشخصيات هي نتاج لأسر غرست جواهم الثقة بالنفس والقدرة على مواجهة المصاعب والمشاكل والتحدي وقوة الإرادة والعزيمة. وده أكيد دور المجتمع بصفة عامة والأسرة بصفة خاصة. فالأسرة لها دور داعم وأساسي لمتحدي الإعاقة،